أهلا بكم. تقدمت مجموعة من المحامين اللبنانيين بشكوى ارتكاب جرائم بيئية بحق الشعب اللبناني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بحق الدولة اللبنانية، وأتت الدعوة على إثر اندلاع حريق في مكب نفايات برج حمود وما حمله من تهديد للسكان، وتستند الدعوة على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تكفل حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد فوض المحامون المحامي الدكتور باسكال فؤاد ظاهر بتقديم الدعوة والتوقيع عنهم وفق الأصول المتبعة. ارتفع حجم بيع السيارات الجديدة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 36.5% ليبلغ 5312 سيارة، وقد تم بيع 1278 سيارة في شهر حزيران، 150 سيارة منها غير عاملة على البنزين. كشفت وزارة الطاقة عن قرض من البنك الدولي لتمويل محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 8 ميجاوات ستضاف إلى المحطة الصغيرة على نهر بيروت. فهل تشكل مثل هذه الخطوة حلا لأزمة الطاقة أم تزيد الأمور تعقيدا؟ إن شاء الله البنك الدولي يكون اتعلم من تجاربه مع وزارة الطاقة بالماضي وتمول مشاريع سدود وغير سدود وكل يدا ما عطيت نتيجة، راحت الأموال هدر. أكيد في مجال لمشاريع طاقة شمسية بلبنان، شفناها بضيعة مثل تولة بالشمال وقت القطاع الخاص هو عمل مزرعة طاقة شمسية تعطاها للمواطنين. أنا برأيي البنك الدولي لازم يتعامل مع هيدول المبادرات الفردية بنلاقي لها أسلوب عن طريق شركة مالية أو شركة خاصة، وما بقى يمر بوزارة الطاقة والمياه، لأنه هذا الشيء بيؤدي لهدر الأموال مثل ما شفنا بالماضي. تتوجه أنظار المستثمرين على الصعيد العالمي إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي منتصف الأسبوع القادم، وإذا كان من المؤكد أن الفيدرالي سيقدم للمرة الأولى منذ العام 2020 على خفض أسعار الفائدة، فإن القرار لم يحسم بعد ما إذا كان الخفض كبيرا بمقدار 0.5% أم صغيرا بمقدار 0.25%. عدلت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند أي، وتستمر التصنيفات الإيجابية انطلاقا من الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد في الثمان سنوات الأخيرة. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا.